امرأة مات عنها زوجها وطلب منها صاحب البيت أن تسلم الشقة وهي لا زالت في العدة وترغب أن تنتقل إلى بيت أهلها في نفس المدينة، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا كان صاحب البيت، البيت مؤجر وصاحب البيت الإجارة تمت المدة ويريد صاحب البيت أنها تخلي البيت، إنها تخليه لأنها معذورة، تنتقل إلى بيت أولادها أو بيت أخيها أو أهلها أو بيت آخر تستأجره أو يسمح لها بسكنه. نعم، يجوز لها التحول في هذه الحالة للعذر.